محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم 6 ابريل. خليك معايا لان شيخ عاصم رجع تاني. يا شيخ عاصم انت قفلت ليه معانا يا شيخ عاصم؟ ما حبيتش اسمع لا يقال والله. الراجل ما قال ولا غلط، ما نطقش، ما قالش كلمه غلط. هو 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 ليه؟ هو في حاجه في الحوار ما عجبتكش؟ انا قلت ما عندي يا سيدي. ان كان لديك انت سؤال انا تحت. انا سؤالي بكرر نفس الكلام، بيقول ان في اشخاص بيقول ان حضرتك اللي مصلحته البلد دي يهمه مصلحتها ان حضرتك او غيرك تتكرمه وتروح بكره الصبح تبلغ النائب العام. حاضر. انا لكي تصبح الحكايه كده. الحاج علي جنيدي عايز يكلمك يا شيخ عاصم، والد الشهيد اسلام الجنيدي. اتفضل يا حاج. على فكره يا استاذ عاصم، اتفضل يا فندم. انا حزين قوي من اللي انت بتقوله. انت بتقول كلام خطير وكلام مفروض انت اول من يحاسب عليه. يعني المفروض انا من هنا دلوقتي، انا من هنا دلوقتي بطالب المجلس العسكري ان من بكره يجيبك ويتحفظ عليك ويطلب منك ان انت تجيب الناس البلطجية اللي اشرت اليهم. انت بتتكلم على متفجرات، بتتكلم على شيء دموي. هي مش عشان الجماعات الاسلامية اللي هي لا تعني الشعب المصري في شيء، لا احنا بنتكلم على مصر. انت لو مش بكرة او المجلس العسكري خد منك موقف وجاب الناس اللي انت قلت عليهم واشرت عليهم، هيبقى انت اللي هتقوم بالتفجير وانت اللي هتعمل المشهد الدموي اللي انت اشرت عليه. بهدوء يا حاج علي، بهدوء يا حاج علي. معلش يا استاذ معتز، بهدوء. هو الشيخ عاصم بيقول دلوقتي احنا طبعا مش هنخرج عن السياق اللي بنتكلم فيه. لا ما هو ده السياق، لكن كده 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 معلش يعني كده اللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده شيء لا ما مش ممكن نسكت عليه. المجلس العسكري بكره لازم هو الشيخ عاصم مع عاصم ده. الشيخ عاصم معلش احنا مش عايزين نقول شيخ ولا الداعيه ولا الفقيه، احنا النهارده بنتكلم على مصر. يا استاذ معتز احنا لينا دم، لينا دم، لينا دم، وخايفين على مصر يا استاذ معتز. ما قلناش متفجرات، ما قلناش، ما بنختلقش روايات. انا طبعا لا اعلم 6 جبريل دي 6 ابريل دول مين 6 ابريل وحركه 6 ابريل، لا اعلم عنهم شيء بالمره. لكن النهارده لما نيجي نتكلم ونقول ده في ناس بتجهز لتفجيرات وفي وفي الكلام ده، لا الناس اللي هتنزل يوم 25 معلش يا شيخ عاصم، هو الحاج علي والد شهيد لا 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 معلش لو سمحت يا استاذ معتز، الناس اللي نازله يوم 25 عشان معلش لا عاصم اسمه عاصم عبد الماجد، الشيخ عاصم عبد الماجد، الشيخ عاصم عبد الماجد، لا الشيخ عاصم لا نتكلم الشيخ عاصم عبد الماجد. ايوه معلش يعني لا شفناه في 25 يناير ولا بعد 25 يناير، ما كانش في تواجد. خلينا في القصه، ماشي ماشي القصه دي. يبقى ارجو بقى اذا كان هو راجل مصري امين يبقى من بكره، والمجلس العسكري اذا كان الشرطه والداخليه اللي احنا نعلم ان هي عايزه البلد توصل لما لا يعني للاشياء جميعا نعلمها، لا يروح في مخابرات عامه، في مجلس عسكري بيدير شؤون بلاده ومسؤول عنها، يتوجع من بكره وياخد الناس اللي جم وقالوا له على الكلام ده، لان ده شيء ما سكتش عليه. طيب يا استاذ معتز، يا حاج علي اعتقد الشيخ عاصم هيعمل كده ولا ايه يا شيخ عاصم؟ يعني انا مش لازم اقول كل اللي هعمله يا فندم، لكن يعني انا يعني بلتمس للحاج العذر في طريقته في الكلام، ولكن عايز اقول له ان احنا معروف ان احنا قلبنا على مصر واكتر ناس قلبها على مصر. ان كان بيكذب الروايات اللي انا بقولها فانا عايز اقول له ان في ناس حاولت فعلا تدمر هذا البلد. شوف الصراعات بتاع حرق المجمع العلمي، وشوف ما حدث ايام محمد محمود وما حدث قبل ذلك وما حدث بعد ذلك. بالتاكيد هناك مخطط، بالتاكيد هناك مليار جنيه مصري القيت لبعض العملاء والخونه لتدمير هذا البلد. انا لا اتكلم عن القتلى والذين ضحوا بانفسهم الا بكل ادب واحترام، ولكنني انكر اشد الانكار على من يريد ان يستغل هذه العاطفه النبيله من اجل تدمير هذا البلد. انا اعزي الاخ الكريم اللي جالس في مصابه في ابنه، ولكني حريص على هذا البلد. ومن منطلق هذا الحرص انا اؤكد اننا سنواجه هذه المخطط، سواء ساعدتنا الشرطه وساعدنا العسكر في ذلك، ام العاده تراخوا في مواجهه هذه المخططات. هذا ما عندي، ما
معلومات كثيرة موجودة عند المجلس العسكري أكثر مما عندي بكثير. معلومات كثيرة أكثر مما عندي بكثير موجودة عند الشرطة. وتفسر إن المعلومات الكثيرة اللي عندهم ما بيستخدموهاش بإيه يا شيخ عاصم؟ بكلمة لا تحمل دبلوماسية بالله عليك، وأنا عاهدتك رجل حق، تفسر الأداء ده بإيه لما أنت بتقوله اللي أنت بتقوله؟ أنا محتار والله. أنا لا ما تقول لي بالله عليك، ما تقول لي أنا محتار وتخرج على السكة دي. يعني بعض الناس يقولون ان جهاز الشرطه بالتحديد يده مرتعشه. لا انا عايز اقول ضميرك، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول استفتي قلبك؟ انا قلبي يعني احتار في هذا الامر بالفعل، يعني انا متردد ومحتار في هذا. اشمعنى ده اللي محتار فيه ومتاكد من التانيين يا شيخ عاصم؟ اشمعنى ده لما بتيجي على المجلس العسكري والشرطه بتبقى محتار وتبقى متاكد؟ والله بقول لك انا محتار في هذا الامر، لكن احنا عندنا بالفعل معلومات. ارجو يعني ان محدش يكذبنا، لان احنا ليس لنا مصلحه في ان نكذب. لماذا سنكذب؟ يعني ان كان بيقولوا ان حركات اسلاميه كانت السلطه او كانت التورته بالانتخابات، طب هي كانتها يا سيدي وخلصت، ايه مصلحتنا تكذب الان؟ ليس لنا مصلحه في ان نكذب. يا استاذ محمود انا هقول لك معلومه واحده من المعلومات، في متفجرات اشتريت من محاجر في ادفو في اسوان، واللي اشتروها ناس من القاهره. ايوه، والوسيط هو اللي جه اعترف لنا. يعني هقول ايه؟ هقول لم يحدث؟ لا صح، بس الحكايه كده بقى، يعني احنا ربنا ما شفناهوش يا شيخ عاصم، ولكن عرفناه بالعقل. نعم. طيب فالنهارده انت بتكلمني على دليل دامغ زي ده وبتقدمه لسلطه البلاد وبتقول لي ان هم بيتراخوا في تتبع هذا الخيط، قلبك بيقول لك ايه يا راجل؟ يعني ساقدم لهم الدليل مره ثانيه، هذا ما استطيع ان افعله. ما انا بذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه والسلام، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. هنغير بلساننا مره ثاني وهنبلغ مره ثاني، في حاجه اكثر من كده؟ لا ده بلاغ، يا ريت يا ريت. انا اللي هعمل بلاغ بكره. ده الحكايه العسكري مهمه جدا، انت بتتكلم في معلومه قويه، ولكن حابب برضو اذكر حضرتك إن قبل ما تبدا مظاهرات 25 يناير كان الكلام، هي صدفة فقط، كان نفس الكلام ده بيتقال من نظام مبارك على الولاد اللي هيطلعوا في المظاهرات وعلى الدنيا، هيخربوا البلد وقابضين من بره. يا أستاذ محمود، حدث محاولات لإحراق وفوضى فعلا ولا ما حصلش؟ يعني اللي حصل دلوقتي من أيام المجمع العلمي وغيره دي موجودة ولا أنا اختلقتها دي كمان؟ أنا اللي ألفت موضوع المجمع العلمي ولا ده حصل بالفعل؟ ما أنت برضو قلبك أعتقد أنه مش متيقن مين اللي حرق المجمع العلمي، ولا قلبك متيقن من دي؟ انا مش متيقن من مين اللي هيعمل الفوضى برضه، انا عارف بعض الاطراف. يعني انت مش متيقن من اللي حرق المجمع العلمي، بتكلم صح ولا انت على يقين ان اللي حرق المجمع العلمي الثوار؟ لا ليس عندي معلومات. لا. طيب سبحان الله، هو اشمعنى الاتهام يوضع في رقبه الثوره دائما؟ والطرف اللي انت شايفه، اللي انت شايفه يا سيدي، يعني عايز اقول لحضرتك اللي حرقوا المجمع العلمي دول ثوره ولا بلطجه؟ ولا دسيسه؟ ايوه، بلطجه ولا ثوره ولا دسيسه ولا اسفين، اي حاجه غير الثوره صح؟ الله ينور عليك. طيب وانا بقول ان اللي بيحاول يعمل الاحداث في الايام القادمه اي حاجه غير الثوره برضه. في حاجه انا كانت ثوره في حاجه؟ ما انت بس كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. بشكرك يا شيخ عاصم عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجماعه الاسلاميه، ووعدنا ان حضرتك ممكن تتوجه غدا للنائب العام. استاذ محمود عفيفي، لو ليك تعليق اخير. تعليق اخير يا استاذ معتز، انا عايز اكد ان اللي نازلين يوم 25 هم انا هم والشباب اللي دعوا لمظاهرات 25 يناير 2011، وما كانش حد من اللي احنا بنسمعهم بينشر اشاعات دلوقتي كان متواجد، ولا كان ليه اي صوت، ولا كان ليه اي حس، ولا اي مشاركه على الاطلاق. هو هدفه دلوقتي فقط هو ركوب الثوره والاستيلاء عليها والالتفاف عليها. اللي بينشر اشاعات دلوقتي هو من يريد ان ياتي بالبلاد الى الفوضى، وان يعني يخلي في حاله من الفزع والهلع عند الشعب المصري يوم 25. احنا بناكد ان احنا نازلين في ثوره سلميه، مظاهرات ومسيرات سلميه، وهنتواجد في ميدان التحرير، نرفع مطالبنا، سلاحنا الوحيد هو اليوفط اللافتات اللي هنرفعها بايدينا اللي عليها مطالبنا واللي عليها صور الشهداء، عشان نذكر الناس اللي تخلت عن الثوره وعن دم الشهداء ان في شهداء لسه حقهم ما جاش لحد دلوقتي، ان الثوره لسه اهدافها ما اتحققتش لحد دلوقتي، والناس اللي نازله تحتفل هنقول لهم انتوا بتحتفلوا ركوبا على دم الشهداء وركوبا على الثوره ليس الا.
نازلين في مظاهرات سلميه، ما عندناش حاجه ثانيه نقولها غير لافتاتنا وشعاراتنا اللي بنرفعها ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد بيحاول يشوه صوره شباب الثوره وبيحاول ان هو ينشر اشاعات لخلق الفوضى في البلاد. محمود عفيفي بشكرك شكرا جزيلا، وباكد تاني على تاكيدك وبحطه تحته 10 خطوط انها سلميه سلميه سلميه، هكذا تريد القلوب الصالحه باذن الله ولن تخرج عن هذا باذن الله.